أما قلعة نزوى فقد بناها الإمام سلطان بن سيف الأول في القرن الحادي عشر الهجري، واستغرق بناؤها 12 عاما. يبلغ ارتفاعها 115 قدما وقطرها 150 قدما. يخترقها ممر ضيق يبدأ من بابها عند القاعدة ويتلوى مرتفعا عبر 7 أبواب محروسة حتى تنتهي إلى الساحة المستديرة. ويوجد على السطح، وهي الأرضية بالنسبة للقلعة، 4 مخازن وعدد من المدافع الأثرية. ويوجد عدد من الآبار داخل القلعة، وتحرص وزارة التراث القومي والثقافة على أن يتم ترميم القلاع والحصون بالمواد التقليدية ذاتها كالصاروج والأخشاب المستمدة من أشجار تنبت في جبال عمان مثل شجرة العلعلان ذات الخشب المتين. وتعد هذه القلعة بداية عصر جديد للفن المعماري العسكري الذي صنعته يد الإنسان العماني.